نحن بصدد التشطيبات النهائية لمركز الغسيل الكلوي الذي قدمته المقاومة الوطنية لمديرية الخوخة والساحل بشكل الساحل الغربي بشكل عام. نحن بدورنا في السلطة المحلية ثمن لهم تثمينا عاليا هذا الجهد الكبير المبذول من قبل إخواننا في المقاومة الوطنية. لا شك أن هذا المركز سيلعب دورا كبيرا في تخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي في الساحل الغربي، وإنها لخدمة كبيرة. نشكر قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله الصالح. قضى في نهايته في مراحله النهائية، وخلال أسبوعين إن شاء الله بالكثير أو أسابيع قليلة إن شاء الله سيكون جاهز هذا المشروع العظيم الذي سيخدم أكبر قدر ممكن من النازحين والمواطنين في مديريات ومحافظات الساحل الغربي، والذي يعتبر هو المركز الوحيد على امتداد الخط الساحلي أو الشريط الساحلي في مديريات الساحل الغربي، والذي سيخفف الكثير من معاناة الناس المصابين بأمراض فشل الكلوي شفاهم الله وعافاهم. طبعا أنا اليوم هنا حاضر وهم يقومون بالتشطيبات الأخيرة إن شاء الله لمركز الغسيل الكلوي، والذي يعني أنشئ وأقيم على نفقة الأخ قائد المقاومة الوطنية، فجزاه الله ألف خير، وجزا الله الخير كل يد تمد يد العون للناس المحتاجين لمثل هذه المساعدات. المركز إن شاء الله بيحل كثير من المشاكل للمرضى قناة الذي يعانوا من الفشل الكلوي نتيجة لكثير من الظروف، ظروف البيئة، المياه، أيضا المبيدات الحشرية واستخدام القاتل. من ربنا فشل الكلوي عملية متعبة جدا، والغسيل الكلوي عملية متعبة أيضا. يجلس الواحد إذا وبعد ما يخلص الغسيل يحس بالألام والألم وهكذا، وممكن يومين ثلاث أيام. فنسأل من الله السلامة والشفاء. البلد بدينا والله يقول أقوال لنا أسبوع، يتمنى نكمل الخميس كذا الجمعة. بعد البلد يبدأ الرنج، بعد الرنج جريال الكهرباء، أيوة إن شاء الله نسلم.